نحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، وحنروح لفقرة كونه اليوم عم نقول انه العيد دائما بخص الاطفال. العيد مو بس عيدية وتياب جديدة، نحن مفروض نحن نفهم هذا الطفل انه بس هيك هي المظاهر، لا، العيد اليوم فيه قيم اخلاقية انسانية ثقافية واجتماعية، مفروض هذا الطفل يكبر ويتعلمون كرمال بس يكبر يعلمون اكيد لاولاده. اليوم رح نخص الاطفال، خلينا نقول ذوي الهمم، اطفال الحب اللي عندهم احتياجات خاصه، نحن شلون قادرين نفهمهم شو يعني عيد فطر، كيف، شو يعني اخلاقيات، شو يعني نعايد صله الرحم، شو يعني العيديه والثياب الجديده، حتى يعني اكيد معلومات كثير مهمه حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم وهي الدكتوره خنساء البدوي وهي اخصائيه نفسيه. يسعد صباحك دكتوره. يسعد صباحك. كل عام وانت بالف خير. يعني. صباح الخير دكتورة. صباح كل عام وانت بألف خير. يعني عم نحكي عن موضوع كتير مهم. خلال شهر رمضان المبارك حاولنا نركز على أهمية القيم والمعاني الدينية والروحية اللي ممكن تكون موجودة، وأيضا أكيد هي القيم لازم تمتد معنا للعيد وبحياتنا بشكل عام. تمام. وتحديدا أطفالنا. خلينا بداية نعرف المشاهدين شو هي أبرز القيم والمعاني الدينية والروحية للعيد بالنسبة للأطفال. هلا هي دائما نحن بنقول انه نحن بس طلعنا من رمضان في تعزيز روحي نفسي للطفل، فنحن الطفل بيعرف انه رمضان هو عباره عن شهر تعبد او شهر في رحمات، في جمعه سفره. خلينا ما نروح كثير للموضوع الديني لانه هو كطفل ما رح يفهم. صحيح. الاصول الدينيه انما صحيح. بيعرف انه انا رح امتنع عن الطعام والشراب لحتى احس بالفقير انه يا ترى هو عنده اكل او لا. فهي التعزيزات البسيطه اللي نحن بندخلها للطفل حتى يفهم شو يعني فقره صيام او تعبد. بنروح لمبدأ العيد. الغالبية العظمى من أطفالنا هايدي العيد بالنسبة لها طقم العيد والعيدية. صحيح. حتى نحن كمان يعني اليوم ما في لا عيدية ولا طقم عيد لأن حرمنا من أي قصة. فيعني بتلاقي الأطفال بيحبوا نهار العيد بس أنا بدي أطلع مشوار، بدي أخذ عيدية، بدي أكل الفاكهة اللي بتتخصص بهذا اليوم، الحلويات برضو. فالجمعة تبع العيد هي أكبر مفهوم للطفل يعتبر. حلو. طيب كونه اليوم نحن بمناسبة عيد الفطر السعيد، كنا عم نحكي انه دائما صلة الرحم هي اهم شيء. يعني نحن متعودين من فيق بنعيد اهالينا في بيت جده، بنروح عليه. طيب. في المقربين الجيران. اليوم هاي القصة يعني خلينا نقول قلت نسبيا. تمام. بشكل كثير كبير يعني، وحتى الاطفال بطلوا يعرفوا شو يعني صلة الرحم. نحن كيف قادرين نعزز هي الثقافة ونرجع نعلمهم عليها؟ لاحظنا بالفترة هي تبع العشر سنوات الاغتراب صار كتير. صح. العيلة صارت خلينا نقول مفككة نوعا ما. الأب بيكون مهاجر أو ممكن الأخ أو ممكن يكون الجد العمة، يعني أجزاء العائلة اللي كانت تتواجد كل عيد سابقا صارت أغلبها مفككة أو صار في تشتت بالعائلة. المسافر يلي عنده شغله، يلي ما بيقدر يحضر، يلي ملتزم بأمور معينة. فالطفل ما عاد بهي الفترات ما عاد شاف التجمع العائلي أو صلة الرحم اللي نحن كنا نشوفها نحن والله. فصار في بعد لهذا الموضوع. تلاحظي الأطفال هلأ بيعرفوا بالعيد إنه أنا بدي أروح على المرجوحة وبدي أخذ عيدية. بدي تياب جديدة. تمام. وفي إجابة وبدي العيدية خالصين. ما بيسألك إنه جاي جده لعنا أو جاي تيتي بدي أروح لعند عمه أو لا. إلا أطفال قلة يعني اللي هن خلينا نقول طلعوا من عمر العشر سنين و11 سنة وصاروا يوعوا لهذا الموضوع. يعني اليوم حابين نركز أكثر على أطفال ذوي الهمم، أطفال الحب. كنا بنعرف قديش هن اليوم بحاجة لرعاية، لاهتمام. طبعا. لطريقة تربية معينة. خلينا نوضح اليوم شو هو العيد بالنسبة لأطفال ذوي الهمم. نحن كيف قادرين اليوم ندخل الفرحة على قلوبهم؟ سابقا إذا بتذكري رشا هايدي أنت ما كنتي من حكينا إنه عن أصوليات رمضان. صحيح. بتعليم أطفال. حلو. ذوي الهمم اليوم كتير حلو إنه نحن كمان نلتفت لهم بالعيد وبالمبدأ إنه هن شوي بعاد عن مفهوم العيد، مفهوم العبادة، مفهوم إنه العيد بيجمع العائلات، حتى بعيدين عن فكرة إنه هذا مصروف أو خرجية أو خلينا نقول عيدية لإلك. بعيد على إنه يعرف إنه الشوكولا بتتقدم بالعيد مثلا بأنواع معينة أو لغاية معينة. بعيدين على إنه نحن مثلا لازم نبوس بابا وماما لأنه هي الأصوليات ما بيقدروا يتعلموها بسهولة وحتى ما بياخدوها بانطباع مجتمعي لأنه غير مقلدين. بنلاحظ الطفل الطبيعي أنت بتعيديه هي السنة الجاية بيطالبك هو لأنه خلص صار يوعى. بعيدة ثلاث أيام العيد المشكلة. تمام. كل يوم فكر في عيدية وكل يوم بيجي بصبحك وبيقول لك بدي العيدية كل يوم.
هو نحن لازم نطالب حاليا نحن بهذا الموضوع. فبتلاحظي الطفل الطبيعي بيقلد مباشرة الأهل، بينما طفل ذوي الهمم أو من ذوي الاحتياجات الخاصة بعيد كل البعد عن التقليد المجتمعي. اليوم بتلاحظي الولد إذا كان عمره 10 سنين هو العمر العقلي، ممكن يكون عنده 4 سنين أو 3 سنين. يعني أنت عم تحكي عن طفل الحجم شيء عنده والعقل شيء. ممكن تلاحظي من أطفال ذوي الهمم اللي عندهم نقص أكسجين جسد كامل عندهم يعني مخدر ب انه مثلا النقاط الخمسة عنده واقفة، الكلام، العقل، الآليات التواصلية كله واقف عنده، حتى تواصل بصري ما عنده. فما فينا نقول انه هذا رح يفهم مفهوم العيد، انما نحن بأساليب بسيطة ممكن نشاركهم، ممكن نساعدهم او نتساعد معهم بتزيين وترتيب مبدأ العيد، انه ننزلهم على السوق هن يختاروا الملابس، حتى لو بانه انا اشر له انه تقيس هذا او تاخذ هذا. ممكن انه نعمل لهم البازلات الخاصه للعيديه، انه مثلا الكرتون اللي فيه الوان معينه هي بتلفت انتباههم لالهم كاطفال او هي النوعيه من الاطفال، نحط بقلبها العيديه نوضح له انه هذا الشيء لك خاص فيك. يعني بهي الاصوليات البسيطه بنقدر نوعي انه هذا العيد انت من حقك تشارك فيه مثل ما نحن بنشارك فيه. صحيح، اليوم يمكن على الارض افضل من انه نحن نحكي له قصه او نفرجي فيلم كرتون عن العيد، بس يمكن اكيد هدول القصص مهمين، ولكن غير وقت انت بتنزلي مثل ما قلتي على السوق بتخليه هو يختار ملابسه، يعني حتى لو كنتي انت ساعدتي. طيب اليوم هدول الاطفال نحن بنعرف انه هن بمستويات دماغيه او بالعالم، في ناس يعني في منهم جزء خلينا نقول افضل من جزء بسبب التدريب والاساسيات. قديش المهم اليوم نحن نضل مع هذا الطفل، مو بس بايام العيد ولا بايام رمضان، بكل ايام حياته لنقدر نوصل له كل المعاني والقيم الروحانية. اليوم الطفل العادي بيحتاج منك تقدمي له رعاية لعمر معين. صحيح. ونحن بنقول دائما السنوات الخمس الأولى هي الذهبية للطفل الطبيعي، فأنت بتربيه بهي السنوات وبتعلمي، بعدها بيصير بينتقل نقلات نوعية لأنه هو عم يعيش ديناميكية المجتمع أو عم يترقب بالمجتمع كثير أساسيات. طفل ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم إذا أنت مو مرافقتي بمسكة الإيد بالخطوة اللي عم بيخطيها بشعراته بلباسه بأكله بشربه، أنت بتكوني عم ترجعي لورا آلاف الدرجات مو درجة واحدة. صحيح. لأنه هو بحاجتك بشكل مستمر، بحاجة لتحطي إيدك على إيده، بحاجة لتتقدمي معه، بحاجة لتدعميه، بحاجة لتحسسي أنه أنت قوي بمجتمع متنمر. خلينا نقول هلأ المجتمع شوي صار في عنده انفتاح أكثر من قبل، صاروا يعرفوا أنه هي الفئة بحاجة دعم. صحيح. سابقا لا، فأنت طول ما أنت ماشي معه وتقدم مستمر، بس وقفتي للحظة معه خلص هو رجع. حتى إذا بتلاحظي رشا وهايدي أنه أطفال المتلازمة الداون أو التوحد أو نقص الأكسجين أو أي فئة من فئات ذوي الهمم، هي إذا بدنا نقول نحن الإعاقات العقلية دون الإعاقات الجسدية، يعني اللي عنده تسلط عقلي أو خلينا نقول مشكلة عقلية، بنلاحظ أنه هن إذا أنت ما مشيتي معهم هن عندهم خوف، إذا أنت ما ترقبتي معهم ما بيسترجوا يقربوا. صحيح. حتى إذا بدك تقولي له سلم، إذا أنت ما أعطيتيه الأمان بأنه هذا الشخص بيقدر بيسلم عليك أو بيحبك أو بتوضحي له هي القصص قبل ما تبلشي معه، أنه قبل ما تقولي له سلم أنه هذا الشخص بيحبك. أنا شفتهم بيمدوا له ايده للطفل، يعني هو اللي بيمد لك ايده انه سلم. هي فانت هون عم تعطيه الشجاعه. صحيح. فهو عم يمارس الشجاعه يلي انت اعطيتيه اياها، يعني هو عم ياخذها منك قولا واحدا بالدرجه الاولى. بعدين بنبلش بقى تقليد، بس يصير في عندي تقدم بآليه العقل. تمام. واليوم يمكن كل طفل عنده طريقه لحتى يعبر عن مشاعره. طبعاً. عن فرحته بالعيد وباجواء العيد. عندك الطفل اللي بيفرح بالعيديه، الطفل اللي بيفرح بلبس جديد، او ممكن مثلا بانه يساعد ويشارك امه بالبيت باي غرض، بحلويات، بأي أمور. طيب اليوم خلينا نحكي عن طريقة التفاعل اليوم الأطفال بالعيد، قد اليوم بتختلف؟ هلا طبعا تختلف درجات التفاعل عند الاطفال بدرجه الفروق الفرديه اللي هن عندهم اياها. نحن بالحياه بنعرف انه كل طفل عنده درجه فروق فرديه عن الاخر. اليوم انا ما فيني اقول انه مثلا ابنك او مثلا اخوك او اختك درجه التفاعل تبعها تتناسب مع مع الاطفال اللي انا بعرفهم او اللي متواجدين ببيتي. طبعاً. لانه التفاعل الاول او بالدرجه الاولى عم يتلقاه منك كيف انت بتجهزي للعيد او بتعلميه يستقبل العيد، هو رح يكون
بالدرجة الأولى مستقبل. اليوم الطفل وقت اللي بيشوف أمه عم تعمل حلويات العيد فهو حكمه بده يجي يجرب معه، بده يحط لمساته، إذا بده تنزل على السوق بده ينزل يشارك معه، حتى لو بده بس يفرض رأيه أو يبدي رأيه. اليوم أطفالنا ما بتلبس على ذوقنا، بدها تلبس على ذوقها، ما بتحب اللي بتختاري لها أو الألوان اللي أنت بتختاريها، لا هي بدها تختار لأنه صار قديمين. تمام، بتحسسك أنت الرجل العصر الحجري. تماما، بس حلو أنه بيصير في حرية اختيار، وهذا الشيء نحن كتير حلو منشجع عليه. ونحن دائما بنقول الطفل يلي عنده رأي هو طفل قيادي بالدرجة الأولى. اليوم مو أي طفل بتقدري تاخدي برأيه، ومو أي طفل بيقلك أنا بدي ألبس مثل ما بدك أو مثل ما بدي، لا. قلال كتير الأطفال يلي بيعطوا رأيهم أنه أنا ما حبيت هذا، أنا بدي الطقم هداك لأنه مثلي أنا بحبه. أنتوا دائما بتقولوا بالأخصائي التخصص النفسي أنه كمان نحن اليوم ما فينا نعطي هذا الطفل الحرية الكاملة بأي شيء بحياته، ولكن نحن بنروح لوضع الخيارات. وقت نحن بنكتر خيارات قدامه ممكن نحن نقدر نعمل بدنا اياه، وهيك كمان بنحقق انه هو على اساس اختار لحاله. أكيد. يعني كل شيء ضمن الحد اللي انت بتعلميه للطفل. صح. اليوم الطفل بيعرف انه الماما عندها درجات، انه هذا رح ترضى فيه، هذا رح ترضى فيه، هذا لا رح تعصب. فبتلاحظي حتى الولد اذا بده يكذب كذبه او بيكون عامل شيء بيجي لعند امه بيرتب له اياه، عند الام بيرتب الكذبه اللي عامله او الشيء اللي عامله حسب الهدف يلي الام ممكن تتلقاه. اليوم مثلا ابنك بيعرف شو الشيء الفكاهي اللي انت بتحبيه، ممكن ياخذ الشيء اللي انت بتحبيه ويمارسه عليك برده الفعل، فانت تاخذي الموضوع بضحكه وانه خلص ولا كانه شيء صار، لانه الطفل ذكي بيعرف كيف يستخدم الالاعيب. بينما نحن انه اكيد نحن صاحيين وواعيين للقصه تبعه، بس ممكن نعمل انه كسر مبدا انه انا مشان يتفاعل عندي ويصير عنده حريه راي وقياديه، انما اكيد كل شيء ضمن الحد الصحيح والنظامي للاختيار. اليوم انت عم تعطي الطفل خيارات، هو عم يختار من ضمن الخيارات اللي خياراتك، بس جربي قولي له انت بدك تاخذ هذا الشيء اللي انا اخترته، لا ما راح اخذه، حتى لو بده يبقى بلا لباس فهو بده يفرض طبعا. طيب بهذا الموضوع بغرس القيم والمعاني الروحيه والصفات الحميده عند اطفالنا، في اخطاء شائعه ممكن اليوم تكون مرتكبه من قبل الأهالي أو الأطفال بهذا الموضوع؟ طبعا أكيد. ومنا أنه نحن بتلاحظي الأطفال بس ياخذوا العيدية أنه صار الطفل عنده رد الفعل تبع أنه أنا أمتلك، فهذا الشيء خاطئ. دائما نحن بنقول كل شيء يمتلكه الطفل يعود للأم أو للأب فيه، لأنه اليوم الطفل أنت بتقدري بتتحكمي بخياراته يلي ممكن حيقدم لإله أو ياخذها أو يتصرفها. اليوم في أطفال كتير بعد سنة أو سنتين بيصير عند المبدأ تبع أنه أنت لا هدول لإلي، بصير عنده دافع الملكية أقوى، دافع الأنانية أكبر. فنحن لحتى نكبح أو نحد من آلية الأنانية أو الطمع أو هي القصص نعرف كيف نعلم الأساسيات للطفل. هي نقطة منهم أنه نحن الأطفال ما بتعرف أنه العيد بمر على الفقير كئيب، صحيح. مثل ما بيجي رمضان عليه صعب وقاسي، فكتير حلو انه نحن دائما نعلم الاطفال انه جزء من الشيء يلي انا بمتلكه هو لازم يعود للفقير. وحلو كتير انه انا اعلم الطفل هو يطلعه بايده، لانه حيشعر بالسعاده وحيصير هو يطلب يقدمه حتى لو ما كان في عيد. وممكن في اطفال كتير بتلاحظي عليها هايدي انه هي بتحب كتير تمارس قصه انه انا بدي اروح اعطي، حتى بتبلش بتهتم بالتفاصيل الدقيقه بتقديم الهديه او الشيء يلي هن حابين يقدموه. تمام. أكيد دكتورة، معلومات أكيد كتير مهمة. إن شاء الله هيك هذا العيد يكون حلو على أطفالنا ونقدر نحن نعيشهم ولو جزء بسيط من الأيام الحلوة اللي هيك مرقت علينا ولهلأ عايشين على ذكرها. هنقول أسأل الله يعني كيف كنا. أي والله. أكيد بالختام بدنا نشكرك كثير الدكتورة خنساء البدوية أخصائية نفسية. أهلا وسهلا وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير. هاي أهلا وسهلا.